السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب هورني. This is your homework. First آية from سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم.